بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، ولازلنا مع الأحكام المتعلقة بالوقف، ونبتدئ عند أن الوقف عقد لازم بمجرد القول. إذا أوقف الإنسان ماله من عقار ونحو ذلك مما يجوز وقفه مما قد تناولناه، فإنه بمجرد ما قال إن هذا وقف يعتبر وقفا، ولا يجوز له أن يتراجع فيه، وهذا قول جماهير العلماء. إذن الوقف عقد لازم. لماذا عبر بلازم؟ لأن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. نقصد بجائزة بأنه يمكن أن من عقدها أن يقوم بحلها. على سبيل المثال وكالة، أوكل شخصا في أي وقت من الأوقات، يمكن أني أنا أقوم بوقفي وإبطال هذا التوكيل، وهذا العقد يعتبر عقد جائز إذا كان وكالة. أما الوقف فإنه من العقود اللازمة بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم. لا يشترط فيه أن يحكم حاكم، فلا يفتقر إلى حكم القاضي. ودليل من قال بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا الأصل الذي هو أصل هذا المال فإنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فلا يستطيع الإنسان أن يتصرف به. فلذلك نجد بأن هذا الوقف يعتبر عقد لازم لا يتصرف فيه، فليس هناك إقالة، أي لا يمكن أنه يقيل هذا العقد ونعتبره كأن لم يكن، وذلك لأنه عقد لازم مؤبد فليس بمؤقت. وهذا قال به جماهير العلماء، خالف بذلك بعضهم وقالوا بأنه يجوز له أن يعود بالوقف، وهذا ما أخذت به بعض القوانين المعاصرة، ومن ذلك القانون في الكويت ما يتعلق بتنظيم الوقف بالكويت، فإنه يمكن أن يعود به، ولكن هذا مخالف لجمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء. هناك من قال بالجواز، لا يباع لا يناقل، ننقل من مكان لآخر إلا بضوابط كما سوف يأتي، وهذه الضوابط أن تتعطل منافعه. بعض الناس عندهم أوقاف تعطلت منافعها، أول شيء إذا تعطلت المنافع أننا نقوم بالبحث عن إعادة هذه المنفعة ونقوم بتنميتها. إذا لم نستطع بالكلية بعد بذل الوسع والجهد على عمارتها، ففي هذه الحالة يمكن أننا نقوم بمناقلته، ننقل الوقف من وقف من مكان إلى مكان آخر. أحيانا هناك أوقاف موجودة في دول لا يمكن الاستفادة منها بسبب أحوالها الأمنية، أو أن الناس قد تركت هذه القرى أو هذه البلاد وعادت مواتا. بعض القرى يمر عليها بأنها موات أصبحت الآن، لو نمر على أماكن في عالمنا الإسلامي وغيره يمر على قرية بأنها هنا كانت قرية، فالأوقاف التي فيها أصبحت موات. يجوز أنه تستبدل، لا سيما بالنسبة للمساجد، ودليل من فعل ذلك هو ما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما كتب إلى سعد لما بلغه بأن بيت المال في الكوفة بأنه نقب وسرق، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه
سعدا بأن ينقل المسجد الذي بالتمارين عند منطقة التمارين، وينقل هذا المسجد وتكون قبلة المسجد قبالة بيت المال، بحيث أن الناس في المسجد فإنهم يشاهدون هذا البيت بيت المال ولا ينقب. وكانت المساجد في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، في عهد الخلفاء الراشدين، بأنها كانت مفتوحة طوال اليوم والليلة. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكان ينام فيه أهل الصفة، المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمام كان هناك مكان مسقف، وهو الحجرة أو وهو عفوا الروضة المعروفة اليوم، وخلفها ساحة، ثم بعد ذلك حائط قصير جدا، ثم مكان يجلس فيه أهل الصفة كذلك مسقف، وكانوا يجلسون طول اليوم فيه، وكانوا هكذا حتى في عهد الخلفاء الراشدين. فكان الناس في هذا المكان، فهو أصبح بالمكان العامر الذي يكون طول اليوم فيه أناس، فلا يستطيع اللصوص أن ينقبوا بيت المال. إذن كما قال عمر، فلم يزل في بيت في المسجد مصلي. هكذا المساجد كانت في عهده، فإنها لا تقفل وكانت مفتوحة طوال اليوم والليلة. إذن يجوز النقل حتى للمساجد ولا مانع إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين، بدليل ما فعله الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما نقل المسجد من التمارين إلى قبالة البيت بيت المال للمسلمين. نعم، قد يشرط الواقف بأنه لا يباع، لكن هذا الشرط إذا صادم مصلحة المتحققة ففي هذه الحالة فإنها تقدم، لأن المعنى الذي يريده بأن يستمر النفع، وهذا الاستمرار لا يتحقق إلا من خلال بيع. فإذا تم بيعه بسبب تعطل المنافع فإنه يصرف الثمن في مثله وليس في غيره ما أمكن. فإذا تعذر في مثله، مثل مسجد تم بيعه أو عمارة تم بيعها، لم نستطع نشتري عمارة مثلها، نشتري مثلا ما هو دونها كبيت مثلا، إذن هكذا نتدرج، وبمجرد ما نشتري فإنه تصبح وقفا، يعني لا يوقف من اشتراها، لأنها اشتريت بثمن من وقف، فما اشتريناه بهذا الثمن يصير وقفا بمجرد الشراء. كالأضحية فإنها بمجرد شرائها تعتبر أضحية، لا يقول هذه أضحية حتى تتحول. إذن كل ما أوقف، حتى إذا كان هناك أحيانا سجاد يوقف للمسجد، هذا السجاد الذي يوقف للمسجد إذا أوقفه فإنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه، لكن إذا بلي وأصبح لا نفع منه، في هذه الحالة إذا بعناه، إذا لا يمكن أن نصرفه إلى مسجد آخر لكي يستفيد منه، وتم بيعه فثمنه يشترى به سجاد للمسجد ونحو ذلك، إذن لابد أن يكون لما قد حدد له. فما حدد لمسجد فإنه يكون لهذا الموضع من أحيانا إضاءة ونحو ذلك. وإذا هدم المسجد لإعادة بنائه أو أجزاء منه، فإنه أي هذا المسجد، فهذا المسجد وما هدم منه هو وقف. هذه الأغراض أحيانا تكون هناك شبابيك أو أبواب أو غيرها، هذه تباع وثمنها يعاد في المسجد، فلا فرق بين أن يكون ما تم هدمه عتبة مسجد أو مسجد كامل. فإذا كان يجوز الأخذ أو هدم عتبة المسجد لإصلاحها، كذلك يجوز هدمه لإعادة بنائه طالما أنه يبنى، فلا يبنى ولا يهدم ويبنى مثله،
لكن يبنى بأقصد من حيث أنه لا فائدة وإنما عبث، وإنما لكي يكون هناك ما هو أفضل منه كأكبر حجم ونحو ذلك. وهذا ما يحصل عندنا في الكويت. فمن ناحية الشرعية يجوز الهدم للمسجد لبناء مسجد أكبر منه، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كابن تيمية وغيره من أنه يجوز مثل ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالبيع، فإنه لا يباع إلا إذا كانت هناك مصلحة وتعطلت هذه المنافع، لا يمكن نحن نستفيد منها بأي صورة من الصور. وما يستفاد منه لهذا المسجد، وإلا يكون لمسجد آخر بحيث أنه يكون من جنسه وليس في شيء آخر. خلقان الكعبة أو ما يسمى بكسوة الكعبة، كسوة الكعبة هي وقف. بعض الناس يسأل عن كسوة الكعبة. كسوة الكعبة وقف لله تبارك وتعالى. فإذا باعها، لما أتى شيبة وسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شيبة بن عثمان لما سأل أم المؤمنين عائشة فقالت له قم ببيع، هو هم كانوا في السابق يقومون بدفن كسوة الكعبة، وذلك تعظيما لها حتى لا تباع ثم بعد ذلك تلبس، وقد تلبسها امرأة حائض ونفساء وغيرها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما يضيرها ذلك، وأمرته ببيعها ولكن الثمن يكون وقفا للمسلمين، لأن هي ليست مملوكة لأحد. كسوة الكعبة هي وقف لله تعالى. فأمرته بأن يقوم ببيعها، وكان يقوم ببيعها في اليمن، فتباع والثمن كان يأخذه وينفقه في مصالح المسلمين ليس على نفسه، وذلك لأنه وقف، إذن يكون في سبيل الله وفي المساكين. فهكذا امتثل لما أمرته به أم المؤمنين عائشة، وكانت هذه في محضر أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام ولم تنكر. إذن هذا ما يتعلق بكسوة الكعبة وقصة عائشة رضي الله عنها مع شيبة الذي كان يقوم بدفن هذه الكسوة، ثم تغيرت هذه الأحوال. إذا كان هناك على سبيل المثال وقف على شيء ثم تعطل، وقف كما هو الحال بالنسبة لماء السبيل، ثم هذا الطريق أغلق، في هذه الحالة يمكن أن ننقل هذه البرادة أو هذا الماء ونجعله في جهة أخرى، لا مانع من ذلك، لكن لابد أن نتعامل مع هذه الأدوات أنها وقف لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نتصرف فيها. أحيانا يكون هناك موقف حصل، أو سئلته قبل أيام واحدة قد أخذت عربة في مكة ثم تبين لها بأنها موقوفة، فيجب أن موقوفة على الحرم، فيجب أن تعاد إلى الحرم، لا يجوز متى ما استطاعت إلى ذلك، لأنها لا تملك، وهي معذورة لكونها قد نقلتها لكونها تظن بأنه يملكها، لكن طالما علمت فإنها تقوم بإعادتها مرة أخرى. إذن هكذا بالنسبة لمن وقف على ثغر أو غيره، وهذا الثغر قد تغيرت أحواله، فكلها فإنها تتحول. بالنسبة لساحة المسجد، ما يغرس فيه فإنه لا يكون إلا لصالح المسجد، بمعنى يكون للمسجد، وإذا حفر البئر فيه يكون لصالح المسجد، وليس لأحد أن يضع نخلا له ويتملكه، لأن هذه
أرض لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يقوم بأخذ هذه الأرض ويجعلها لنفسه. إذن هكذا بالنسبة لمن وقف أو لمن جعل في هذا الوقف شيئا. إذا جعله على فئة معينة من الناس كالفقهاء أو المحدثين أو غيره، فإنها تنحصر عليهم وكل من اشتغل فيه. وكذا بالنسبة لنقل المسجد من مكان إلى آخر، فإن ذلك يجوز إذا كانت هناك مصلحة. لابد أن نعمر الأوقاف. فلنفترض أن هذا الوقف أرض على سبيل المثال، وهناك وقف آخر أرض، فهل يجوز أن نبيع أرضا لكي نبني الأخرى؟ نعم يجوز ذلك، فيجوز بيع بعض الوقف لعمارة الآخر، وكلاهما طالما أنه كلاهما في سبيل الله فيجوز بيع بعضه لعمارة الآخر. كل ذلك جائز حتى لا يتم أو لا يوقف النفع من هذه العمارة ويكون مستمرا. إذن هكذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالوقف، نتوقف عند هذه المسألة ونأخذ المسألة التي وردت إلينا. وعليكم السلام. شكرا على المتابعة. بالنسبة لتفسير الأحلام ليس هذا محلها. جميعا إن شاء الله هذه السائلة تقول بأنها عندها أمانة عن أخيها المتوفى، تركها عندها قبل وفاته، ولا أدري ماذا يمكن نفعل بها، فهل أفعل بها؟ فإذا سلمتها ليتي أحمد هل عليها قضاء من صيام؟ السؤال هذا لم يكتمل، فياريت أن يكمل السؤال. تقول بنت عمتي توفيت وعليها قضاء صيام، هل يجوز الصيام عنها؟ نعم، تصومي عنها استحبابا وتنوين الأجر. الأصل أن الذي يصوم عنها مستحبا يصوم عنها من يرثها. لأبناء أخي وقد ينكشف سر ما بين أخي وزوجته، لأبناء أخي فإذا سلمت ولا أبناء أخي عندي أمانة، أمانة من أخي المتوفى تركها عندي. ماذا تقصد بالأمانة؟ هل تقصد بالأمانة بأنها أمانة عندك لكي تقوم بإرجاعها؟ خلاص إذا توفي تعطيها الورثة، وحتى ماذا يسبب الفتنة يعني إذا كان مالا أو غيره، تعطيها الورثة. أمانة هذه ماذا تتصرف فيها؟ توفي أخوك وتعطيها لورثته، ولا يجوز لك أن تحفظها عندك. صليت الفجر مع الإمام ولم أتمكن من صلاة ركعتين قبله، هل يجوز أن أصليها بعد فراغ؟ نعم، من لم يصلي قبل الفجر ركعتين فإنه له أن يصليها بعد الفجر، فإنها تقضى بعد الفجر. هل أصلي قبلها ركعتين أم أصلي؟ أجبنا. الأحلام ليس محل تفسيره هنا. يجوز وقف عقار لمدة معينة ثم يرجع العقار بعد انقضاء مدة الورثة. جماهير العلماء لا يجيز الوقف المؤقت، وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء وعليه العمل في كثير من الدول بأنه يجوز. هل ما زال اليهود يعظمون يوم عاشوراء؟ نعم،
هكذا أعلم بأنهم إلى الآن يعظمون اليوم الذي نجا فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، بأنهم لا زالوا إلى اليوم يعظمون هذا اليوم. ونحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى بموسى منهم. شكرا على متابعتكم، إن شاء الله كل يوم أحد وثلاثاء نلتقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.